مرحبا بكم من جديد، نقدم لكم اليوم ملخص كتاب نادي الساعة الخامسة صباحا للمؤلف روبن شارما. العديد من العظماء عبر التاريخ، من الروائي جون شيرشام إلى الموسيقار وولفجانج أماديوس موزارت، أدركوا أن العزلة التي يحظى بها الإنسان عند الاستيقاظ في الساعة الخامسة صباحا لها تأثير مضاعف على مستوى أدائه لمختلف الوظائف والمهام اليومية. كل واحد منا لديه قدرة عقلية محدودة أو قدر محدود من التركيز والمجهود العقلي الذي بإمكاننا بذله خلال اليوم وعلى مدار اليوم أيضا. يتم توجيه انتباهنا إلى المزيد والمزيد من الأشياء كالعمل والأخبار والتواصل مع الآخرين ووسائل التواصل الاجتماعي. يتم استهلاك قدراتنا الذهنية من قبل كل هذه الأشياء، لذلك عندما يحين وقت الغداء لا يصبح بإمكاننا التركيز على أي شيء على الإطلاق. ومن خلال تحويل تركيزنا باستمرار من شيء إلى آخر، لا نستطيع أن نعطي شيئا معينا القدر الكافي من الاهتمام. ولكن إذا استيقظت في الساعة الخامسة صباحا فستصبح فرصة ذهبية للتركيز على نشاط معين ذو قيمة عالية دون أن يتشتت انتباه عقلك نحو الأشياء الأخرى. عندما تستمتع ببداية يومك بطريقة هادئة ومسالمة في الخامسة صباحا، تتوقف مؤقتا قشرة الدماغ الأمامية المسؤولة عن التفكير المنطقي. لذا فإن ميلك إلى التحليل والتوتر والقلق بشأن الأشياء يكون ضعيفا في ذلك الوقت. في الوقت نفسه يحفز هدوء الفجر الناقلات العصبية لإنتاج الدوبامين والسيروتونين، ونتيجة لذلك يدخل الشخص بطريقة طبيعية في حالة من التدفق الذهني، والتي تتشكل عبر مرحلة من الحيوية الذهنية الكاملة والتركيز، وهي تماما كالحالة الذهنية التي يدخلها النخبة من كبار الفنانين والعلماء في أفضل لحظات صفائهم الذهني. لذلك ستجد أنه إذا استيقظت في الساعة الخامسة صباحا فستكون أكثر تركيزا وإنتاجية لليوم بأكمله. أهم الأفكار التي جاءت في هذا الكتاب: الفكرة الأولى، العزلة والحالة الذهنية الصافية خلال الساعات الأولى من الصباح تساعدك على تحسين أدائك خلال اليوم كاملا. أعظم الأشخاص الناجحين لا يعرفهم الناس بسبب موهبتهم الطبيعية فحسب، ولكن من خلال مثابرتهم وانضباطهم لتسخير هذه الموهبة في سبيل تحقيق النجاح. فالانضباط والمثابرة دائما ما يتفوقان على الموهبة والمهارة. لذلك بدلا من التفكير في أنك لا تملك المهارة اللازمة لهدف ما، فإنه عليك الاستفادة مما تملك وتسخيره بأقصى ما تملك من قدرة لتحقيق الهدف المنشود. إن التحرر من الملهيات أمر أساسي لتحقيق الاستفادة والإنتاجية القصوى خلال يومك. الكثير من الناس يهدرون ساعات اليوم في تصفح الأجهزة الذكية ووسائل التواصل الاجتماعي التي تسبب الإدمان ولا تحمل قيمة في معظم الأحيان. إذا كنت ترغب في النجاح فأنت بحاجة إلى التركيز والتبسيط. عليك التركيز على عدد قليل من مشاريع العمل المتميزة بدلا من العديد من المشاريع العادية. في الحياة اليومية يعني ذلك التجرد من كل شيء يصرف انتباهك على التركيز على ما هو أكثر أهمية. لذا قم بإيقاف تشغيل الإشعارات في هاتفك الذكي، وقم بإلغاء الاجتماعات الغير هامة التي تبعدك عما هو أكثر فائدة وقيمة لعملك. ومن خلال الانضمام إلى نادي الخامسة صباحا سيصبح بإمكانك أن تضيف ساعة خالية من الملهيات كل صباح للتركيز على ما هو مهم ومفيد لك. ولا تنسى أيضا أن تشارك في التركيز النهائي لصانعي التاريخ، ممارسة إتقان الشخصية. فوفقا لعالم النفس أندروس إريكسون، يجب أن يستثمر الشخص ما لا يقل عن 75.2 ساعة من الممارسة اليومية لمهارة ما لمدة 10 سنوات حتى تظهر عليه العلامات الأولى للتمكن من هذه المهارة بشكل احترافي.
لذلك فإذا كنت ترغب في تدريب نفسك على احتراف مهارة ما، يجب أن تقضي ساعتك الأولى كل صباح في العمل بعمق على عقلك وتفكيرك ونهجك نحو إتقان هذه المهارة. الفكرة الثانية، اتبع ما فعله الكثير من صناع التاريخ في تسخير مواهبهم وتجنب ملهيات الحياة اليومية. في كثير من الأحيان يحدثنا مدربي تطوير الذات عن ضرورة العمل على تحسين طريقة تفكيرنا أو العمل على طريقة تفكيرنا وطاقتنا الذهنية الإيجابية. نسمعهم طوال الوقت يتحدثون عن التفكير في أفكار متفائلة وإيجابية وأنها بالتالي سوف تحسن طريقة عيشنا بالكامل. ولكن ما لا يحدثنا عنه هؤلاء المدربون هو أن القوة الذهنية ليست سوى واحدة من 4 إمبراطوريات داخلية لدى الإنسان. إذا كنت تعمل فقط على تحسين طريقة تفكيرك، فإنك تتجاهل 3 عناصر أساسية في نفسك، وهي الصحة الجسدية والقلب والروح. قوة القلب تعني حياتك العاطفية، وهي عنصر مهم للغاية. حتى إذا كنت تملك قوة ذهنية خارقة، فإنك ستكون عاجزا عن العطاء والإنتاج إذا كانت حياتك العاطفية في حالة من الفوضى. كما أشار سيغموند فرويد، إن مشاعرنا التي لا نعبر عنها ونتركها حبيسة في داخلنا لن تموت أبدا. نحن نقوم بدفنها وهي حية فحسب، ولن يطول الزمن حتى تخرج لنا هذه المشاعر بصورة أبشع للغاية. بعد ذلك، أعط صحتك البدنية قدر من الاهتمام. واحدة من الطرق الرئيسية للمضي قدما في الحياة هي طول العمر. يتيح لك الالتزام باللياقة الجسدية بضع عقود صحية ومنتجة للغاية وترك إرث أكبر للبشرية. يدرك الأشخاص العظماء أن كل يوم يصبح أفضل بكثير مع ممارسة الرياضة، فالرياضة تشعل طاقتك وتبعد عنك التوتر وتزيد من مستوى سعادتك. العنصر الرابع من إمبراطوريتك الداخلية هو الروح. في كثير من الأحيان تدفعنا الحياة اليومية نحو السطحية والمادية في التعامل مع شؤون الحياة. لذلك يجب عليك تخصيص بعض الوقت في اللحظات الهادئة من الصباح الباكر لتستذكر من أنت حقا. في لحظات الفجر الصامتة تأمل ما لديك لتقدمه للعالم. ركز على قوتك الروحية وسوف تعيد التواصل مع أفضل جزء من نفسك. الفكرة الثالثة، لكي تتقن أي مجال من مجالات العمل التي تختارها، عليك العمل على تحسين وصيانة العناصر الداخلية الـ4 في نفسك. مجرد الاستيقاظ في تمام الساعة 5 صباحا وحده لن يزيد من إنتاجيتك أو معنوياتك أو صحتك الذهنية والجسدية. قد تستيقظ في الساعة 5 صباحا وتضيع ساعة كاملة في تصفح وسائل التواصل الاجتماعي ورسائل هاتفك الذكي، لكن ذلك لن يحسن من يومك. لتجنب هذا عليك اتباع صيغة 20-20-20 التي تنص على أنك تستخدم 20 دقيقة للرياضة، 20 دقيقة للتفكير، و20 دقيقة للنمو. الخطوة الأولى الرياضة. اختر تمرينا رياضيا قوي ومركز لمدة 20 دقيقة فقط، يدفعك هذا لرفع نبضات القلب والتعرق. فالعرق يخلصك من الكورتيزول، كما أنه يساعد في تكوين روابط عصبية في الدماغ بشكل أسرع. لذلك عن طريق التعرق لمدة 20 دقيقة فقط، يعني هذا أنك ستفكر بشكل أسرع. الخطوة الثانية التفكير. خصص 20 دقيقة أيضا للتأمل والتدبر مع فترة من السلام العميق. قبل أن يبدأ يومك في الدخول في مرحلة التعقيد، خصص هذه الفترة للتفكير مليا فيما يهمك. ستندهش من الرؤى والأحلام والإلهامات التي ستنجرف إلى ذهنك عندما يكون لديك لحظات من الصمت لنفسك. اكتب هذه الأفكار في مدونة، دونها مع طموحاتك وأحلامك والأشياء التي تشعرك بالامتنان في حياتك. القيام بذلك سيساعدك على فهم رؤيتك والتخلي عن الطاقة السلبية. تظهر الأبحاث أن التأمل يساعدك في خفض الكورتيزول أيضا، مما يقلل من التوتر والإجهاد. إنها طريقة مثبتة للحفاظ على الهدوء والأداء العالي.
العشرون دقيقة الأخيرة هي للنمو، لذلك خصصها للتعلم، لدراسة حياة العظماء عبر التاريخ من خلال قراءة سيرهم الذاتية، أو مشاهدة الأفلام الوثائقية، أو حتى الاستماع إلى الكتب الصوتية حول مختلف الموضوعات التي تهمك وتفيدك في بناء الأعمال. إن حب التعلم صفة مشتركة لدى جميع العظماء عبر التاريخ. هذه كانت أهم الأفكار التي جاءت في كتاب نادي الساعة الخامسة صباحا للمؤلف روبن شارما. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الضغط على زر الإعجاب والاشتراك بالقناة ليصلكم كل جديد من قناة ملخصات كتب. مع قناة ملخصات كتب، كل الكتب بين يديك في ملخص.